السلام عليكم متابعينا الكرام. كيف يستغرب الغلاء وأصناف الأطعمة والمشروبات في أفراحنا ومناسبتنا فوق الحاجة، ثم يكون مصيرا إلى النفايات والمزابل؟ أم كيف يستغرب الغلاء وقد كثر الربا والمعاملات المحرمة، بل قد ضيعت الصلاة وتركت الزكاة وشربت الخمور وقطعت الأرحام وانتشرت الموسيقى والمعازف وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المعاصي والكبائر؟ نعم، لقد ارتفعت الأسعار جميعها، أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ووصل جنون الأسعار إلى حليب الأطفال ودواء المرضى. أما أسعار المساكن واستئجارها فقد وصلت إلى أرقام فلكية يصعب تصديقها ويعجز القادر عن مجاراتها. تضرر الفقراء والمحتاجون من ظاهرة الغلاء المبالغ فيها، بل تأثر الناس جميعا بذلك، فقد كان الفقراء في الماضي هم الطبقة الأكثر تذمرا من غلاء الأسعار، لأنهم لم يمتلكوا ما يمكنهم من خلاله مصايرة صعوبات الحياة. أما اليوم وفي ظل هذا الغلاء الفاحش والارتفاع اليومي للأسعار والتنافس بين تجار الأزمات لاحتكار السلع بكافة أنواعها وتحولها لصراع اجتماعي اقتصادي ضحيتها المواطن العادي، غدا كثير من الناس لا يستطيعون الحصول على الأشياء الضرورية إلا بمشقة بالغة. فما أسباب ارتفاع الأسعار؟ وما موقف المسلم حيال ذلك؟ غلاء الأسعار له أسباب كثيرة ومتعددة، منها كثرة الذنوب والمعاصي، وهذا من أشد الأسباب التي أظهرت هذا الوباء العظيم والغلاء الفاحش. ومعلوم أن الذنوب سبب هلاك الحرث والنسل وسبب انتشار الفساد في البر والبحر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الإمام القرطبي: ويكون المعنى ظهرت المعاصي في البر والبحر، فحبس الله عنهما الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. فالله تعالى يبتلي عباده ببعض ما كسبت أيديهم لكي ينتبهوا ويراجعوا أنفسهم. عن عبد الله ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقذوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهل نظر الناس إلى هذا الحديث العظيم الذي أوضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الذنوب العظيمة التي تعود على أمة الإسلام جميعها بما لا يحمد عقباه؟ أيضا حب الدنيا والتنافس على تحصيلها، إن حب المال والحرص على كسبه بأي طريق حتى ولو كان من حرام أمر مشاهد للجميع، وخاصة مع انتشار المعاملات الربوية واختلاط الحلال بالحرام، وتحبون المال حبا جما. وعندما يطغى على الناس ذلك يصبح الأمر خطيرا جدا، حيث يتسبب في أمور كثيرة مخالفة للشريعة، وهذا ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.